السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. محتاج شنو؟ أنا اسمي عبد الصبور وعندي الطلب ده مقدمه ليكم من قبل فترة. يا أخي أنت جيتنا كم مرة؟ جيتنا مبارح وأولت مبارح. يا أخي قلت لك طلبك ده يا أخي أصبر يا أخي خلي عندك صبر يا أخي. الطلب ده أنا كاتبه لي 10 سنين وضاع منكم هنا 10 مرات. دي المرة العاشرة أنا أكتبه. يا أخي شان المرة مليون يا أخي. يا أخي أنا موظف جديد في المحل ده. المكتب ده أنا جيت فيه جديد. الموظف الفات يا أخي شال حاجات وما سلمني أي حاجة، ما سلمني عهده. أنا ما عندي بها قضية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أنا عبد الصبور وليك طلب هنا له 2 سنين ولسه قراراته ما اكتملت. أي لكن بس أنت تعبت من المشي والجاية وده الطلب 50 تكتبوا لنا، لكن نعمش إجراءات يا عبد الصبور. أي لكن ما يا عبد الصبور اللجنة الأولى اجتمعت وحلوها، عملنا اللجنة الثانية لكن لسه ما اجتمعت. وأبشرك يا عبد الصبور، عارف ليه ما اجتمعت؟ لأنه رئيس اللجنة مشى عمره، وبيني وبينك عمره وذوقه واحتمال كبير كده باي انت دايرنا نتجاوزك القوانين ولا شنو يا عبد الصبور؟ اصبر بس. عارفك دارت تقول شنو يا عبد الصبور؟ انت دايرنا نتجاوزك القوانين ولا شنو؟ أنا قلت أديكم فرصة، قلت أديكم فرصة تاخذوا راحتكم وتشكلوا لجانكم، واللجان تنبثق منها لجان مصغرة تكون جماعة عمل وتصيق القوانين واللوائح وترفع للسكرتارية هي بدورها تعيد صياغتها بوجهة قانونية وينتظروا بها السيد المدير عشان ما ينقح هذه القوانين وعندها اللجنة الكبرى وينتظروا الوزير عشان تكون الدورة دورة روتينية تأسيسية مضبوطة. خلاص يا عبد الصبور يا أخي، يا أخي قومت نفسي والله العظيم قومت نفسي. يا أخي الدورة اللي بتقولها دي بتاخد سنة كاملة حتى تتم، أنت قدرت تقولها لي 5 دقايق كده؟ يا أخي فهمتني هسع؟ يعني أجيكم 2 زمن من شفتك والله انا راسي مشغلين جدا. المره دي انا طولت شويه، طولت شديد والله يا عم. ما لك بتكلم في شغلاتك يا اخوي. والله يا عبد الصبور طلعت المعاش يا رجل وكنت اسلم الاجراءات بتاعتي والعهد للموظف الجديد. ايوه وعلى فكره الف مبروك. الله يبارك فيك. طلبك يصدق وحسي في السكرتارية يا الله يصير فيو وإجراءاتك 100%. أيوة كده. يس عالم ما تجي إلا والصبر.